بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، هنا الإبداع، هنا الانتصار، هنا الناموس، مع هذه الأسامي الجميلة، وهنا شوطنا بنقول الثالث عشر الذي انطلق بحفظ الله ورعايته. شوط ما شاء الله يعبر عن نفسه ويمني نفسه، ما شاء الله، مع التوفيق الجميل. اذهب هناك الى الشاحنية، احمد بن عبد الله بن سعيد اليابري على المركز الاول، المركز الثاني سرابة، في ثاني المراكز سعيد بن سالم المانع الفلاسي مع سرابة ثاني المراكز، وفي المركز الثالث هناك اللحوق عبد الله بن محمد بن زعل الفلاسي، وفي المركز الرابع هناك سلهود راشد بن احمد بن علي بن عامر العويسي، وفي المركز الخامس هناك اوتار سالم بن سيف بن مصبح المسافري، وسادس المراكز من اتت في هذه اللحظات بغداد محمد الضعيف بن حمد بن غدي الشبي، وايضا اللي في المركز السابع سابع الذيب السيد حمدان بن حمد بن الضعيف بن حمد بن غدي الشبي، بينما اللي في المركز الثامن هناك متاهه في ثامن مراكز راشد بن محمد بن راشد بن غدي الشبي، وفي المركز التاسع ايضا قياده زايد بن سلطان بن محمد الغيلاني، وفي المركز العاشر من اتت في هذه اللحظات مياسة عبد الله بن علي بن واس الاكتبي. هكذا ايها الاخوه متابعين حضور هذا الميدان جمهوره، انطلق صوت جديد وندائنا الاول ما شاء الله للعشره المراكز الاولى، ذعناها عليكم كامله مكمله بالوفاء والتمام وبالتوفيق دائما وابدا للاخوه المشاركين هنا في هذا الانطلاق العويسي. ما شاء الله هالي العين بقولها المغافة اذا ما خان به التعبير، هناك مع السيطره مع المركز الاول. مع هذا الانطلاق الجميل ما شاء الله هناك 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 اللي بقول سلهود راشد بن احمد بن علي بن عامر العويسي، يا سلام. بينما اللي في المركز الثاني الشاهلي حميد بن عبد الله بن سعيد اليابري، وصلت 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 متاهة متاهة متاهة، وصلت راشد بن محمد بن راشد بن خدير الاجتبي، ابناء مرغم ابناء مرغم حاضرين هنا في هذا الميدان او في اي ميدان، فمرحبا بالجميع. النقل الى القيادة زايد بن سلطان بن محمد الغيلاني رابع المراكز، المركز الخامس اللي هي الذيبة حمدان بن حمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي، مقدم الذيبة حمدان هنا في هذا الانطلاق في أحلى مكاني حتى هذه اللحظات. وصلكم بن زعل، وصل بن زعل مع اللحوق عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي حاضرا على سادس المراكز، المركز السابع هناك اللي وصلت، وصلكم بن دحروي مع وهج في سابع المراكز، ولا نعم سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن هناك بغداد محمد بن الضعيف بن حمد بن اختير الاجتبي، المركز التاسع صوغة اول ندري صوغة علي بن مبارك بن سالم بن راشد الاجتبي ايضا حاضر، وفي المركز العاشر بنقول غلا يا مغلى غلا عند راعيها وعند جماهيرها وعند محبينها محمد بن راشد، ولا من نعم نعم تحمل رقم 4 لمحمد بن راشد بن تريس الظاهري مع غلا. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم وفاء تماما. اين المقدمه يا الغيلاني؟ اين المقدمه يا زايد؟ اين المقدمه يا الغيلاني؟ قياده زايد سلطان بن محمد الغيلاني المركز الثاني، متاهه راشد بن محمد بن راشد بن اختي الاشتبي، وصلت سلهوده راشد بن احمد بن علي بن عامر العويسي المركز الرابع، ايضا وصلت في هذه اللحظات رابع المراكز هناك اللي الشاهني حميد بن عبد الله بن سعيد اليابري، وفي المركز الخامس وصلت الذيبه حمدان بن حمد بن الضعيف بن حمد بن اخديه الاجتبي، كوكبه جميله والكل حاضر، الكل حاضر، الاماني حاضره والامنيات مستمره حتى الرمق الاخير، ولكنها الغيلاني
علي الغيلاني الغيلاني زايد بن سلطان بن محمد الغيلاني اللي سيطر على المركز الاول صمت على الله يا متاهة غيرت الاسامي اللي بدت توصل اللي بدت الله رياسة وصلت رياسة منصور بن علي بن سالم بن سلطان بن سالم هناك الهاشمي فاللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة ولكن ابن مرغم يا مرغم يا مرغم يا مرغم 050 بقول ألوه مرغم ألوه مرغم الخط ليس مشغول الخط ليس مشغول إلى الأمام دائما هناك راشد بن محمد بن راشد بن اختير الاجتبي سلام سلام مرغم سلام ما شاء الله تبارك الرحمن غنية عن التعريف غنية عن التعريف تعرف مركزها الأول مركز ثاني رياسة هناك سالم بن سلطان بن محمد الهاشمي المركز الثالث شعار سعيد مطر من دحروي العامري المركز الرابع أيها الإخوة هناك رابع المراكز محمد راشد بن تريس الظاهري وفي المركز الخامس حمدان بن حمد بن الضعيف بن حمد بن خديج تبي هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة وسلام يا مرغم سلام سق الله دارك يا بن غدير وسق الله دار الكوكبة دائما تعمل خلف نجاحاتي هذا الانطلاق 6 دقائق 7 ثواني 94 جزء من الثاني تهانينا والناموس.